مسعود مدير المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد في الشرق الأوسط وإفريقيا. تأسس المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد بعد الانهيار المالي الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة في 15/9/2008، ويمارس المعهد أعماله من مقره بمدينة تيمبي بولاية أريزونا. إن المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد هو المعهد المهني الوحيد عالمياً والمتخصص باستهداف متخذي القرار بغرض تأهيلهم فنياً ومهنياً لتحصينهم من الفساد والوقاية منه. مكافحة الفساد منظومة كاملة ومش بس وعد وشعار. شو هي هيدي الاتفاقية؟ هي وثيقة قانونية دولية ملزمة أقرتها الأمم المتحدة بال2003 وانضم لها أكثر من 187 دولة بيناتهم لبنان بال2009. تشمل الاتفاقية أهم الأمور يلي لازم كل دولة تعملها حتى تكافح الفساد، وعندها آلية دولية لمراقبة تنفيذها بكل دولة بتقديم المساعدة عند الحاجة. شو فيها هيدي الاتفاقية؟ الاتفاقية مؤلفة من 71 مادة موزعين على 8 فصول، بس لنبسطها فينا نقول إنها مؤلفة من 4 أجزاء أساسية. أول جزء الوقاية، يعني التشريعات والإجراءات اللي لازم تكون موجودة ومطبقة بكل دولة حتى يكون في شفافية ورقابة وضوابط بتصعب على الفاسدين يعملوا عملتهم. بس مهما كانت الوقاية قوية ما في غنى عن العلاج. هون بيجي تاني جزء بالاتفاقية، التجريم وإنفاذ القانون. بتحدد الاتفاقية أهم جرائم الفساد وبتساعد على التحقيق والملاحقة قدام القضاء، بس لأنه الفاسدين يمكن يهربوا ويسافروا، ولأنه جرائم الفساد يمكن يشارك فيها أشخاص وشركات من أكثر من بلد. الاتفاقية فيها جزء ثالث، التعاون الدولي، يعني توفير تسهيلات وطرق واضحة حتى كل دولة تطلب المساعدة من الدول الثانية إذا احتاجت، وحتى كمان يشتغلوا مع بعض على قضايا مشتركة بتهمهم. وهيك نوصل للجزء الرابع، استرداد الموجودات، يعني الوسائل اللي من خلالها الدولة فيها تستعيد المصاري والأملاك اللي حصل عليها الفاسدين وتمنعهم يتمتعوا فيها. وقاية فتجريم فتعاون فاسترداد، هيدي الاتفاقية بأربع كلمات. لأول مرة بلبنان بتترجم شعارات مكافحة الفساد بشكل علمي وواقعي مع إدخال شهادة مدير مؤهل لمكافحة الفساد للثقافة اللبنانية من خلال تومورز أدفايس، الشريك الاستراتيجي للمعهد الأمريكي لمكافحة الفساد ببيروت. من 2019 لليوم عدد من الدورات خرجت أكثر من 80 مدير مؤهل لمكافحة الفساد من مختلف الاختصاصات والخلفيات من القطاعين العام والخاص، تخطوا امتحان صعب بعد أسبوع من التدريب المكثف والدرس الجدي. والمهم أنه المؤسسة العسكرية وثقت بها النهج الأكاديمي وتبنته، وهالشي أدى لنيل 24 ضابط حتى الساعة شهادة مدير مؤهل لمكافحة الفساد. طبعاً هالدورات كانت حضورية، ولكن ظروف الكورونا ما منعتنا نكفي وصارت الدورات أونلاين. بال2020 تأسست جمعية مدراء مؤهلون لمكافحة الفساد، وشارك أعضاءها بدراسات كتيرة لتطوير فكر مكافحة الفساد بلبنان، وكتبت عدة بيانات لتعطي حلول للمشاكل الحاصلة ولكشف الفساد والفاسدين ونشرتها. استقطبت الإعلام بفكرة الأكاديمي، وساهم كتار من الإعلاميين معنا بنشر فكر الوقاية من الفساد ومكافحته ووضع الأصبع على جرح المعضلة بلبنان.